بالمناسبة أنت عارف أن جزء من عظمة مصر هو ثقافتها، فنها، فنونها، السينما المصرية. المهرجان السينمائي الوحيد في الشرق الأوسط اللي واخد الشارة الدولية هو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هم تقريبا أظن في العالم، لو أنا فاكر العدد مظبوط، تقريبا 7 مهرجانات على مستوى العالم هم اللي واخدين هذه الشارة الدولية. إدارة المهرجان والقائمين عليه قرروا أن هم يكرموا المخرج الكبير جدا، هو عارف طبعا أصلا أحبه قديه، يعني يسري نصر الله، بمنحه جايزة الهرم الذهبي تقديرا حقيقيا لدور يسري نصر الله الحقيقة. الجايزة دي بيسموها كده إنجاز العمر. ده هيبقى بإذن الله من ضمن فعاليات أو وقائع دورته 45، واللي بإذن الله هتبقى من يوم 15 ليوم 24 نوفمبر اللي جاي. على ما يبدو أن إدارة المهرجان مش توافقت، هي غالبا يعني مش بالأغلبية الكاسحة، هو بالإجماع أنه يقدروا يسري نصر الله هذا التقدير، إنجاز عمر وإنجاز مهم. بالمناسبة أنا بشوف يسري نصر الله فعلا واحد من أهم المخرجين اللي في الدنيا، والله بتكلم بجد، مش في مصر بس ولا في المنطقة العربية بس. يسري فيلسوف حقيقي. هو بالمناسبة ما بيحبش الوصف والتوصيفات والمصطلحات الكبيرة دي، ودائما ما بيحبش يذكرها ولا يذكر بيها، لكن ده تقديري الشخصي لمسيرة سينمائية عظيمة ومهمة جدا لمخرج عظيم ومهم هو يسري نصر الله. اهلا 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 بيك. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مش عارف اقول ايه دلوقتي. لا بقول بص، اصل انا عارف يعني زي ما يقول كده ايه، احنا عارفين احنا اصحاب، وانا عارف انك ما بتحبش المجاملة بس انا ما بجاملش، وعارف انك ما بتحبش التوصيفات الفخمة دي، بس هو انت تستحق اكتر من كده بكتير قوي يعني. بس هي جاية في وقت ظريف بالنسبة لي. ليه؟ ان يحصل التكريم ده، اولا انه بيحصل في مصر ده حاجة هايلة بالنسبة لي انا يعني. وكمان فرصة ان الواحد يقول ازاي يعني كل اللي الواحد وصل له ده ما وصلتلوش لوحدي، كان دايما معايا ناس عظيمة يعني وقفوا معايا من اول فيلم عملته لغاية اخر فيلم. فده تكريم ليهم هم كمان. وبالنسبة الحاجة الثانية مؤثرة جدا هي السينما المصرية دلوقتي عندها مشاكل جامدة. يعني ما اقدرش اقبل التكريم ده، وما اقدرش اقبل ده من غير ما اقول الى اي درجة انا متين للسينما المصرية، والى اي درجة انها محتاجة رعاية حقيقية تسهل لها. النهارده عندنا مشاكل كبيره في ان احنا نصور في الشوارع، ان احنا نعدي من الرقابه، الحاجات دي كلها ان ما اظنش كان ممكن اقبل انا اذا ما كانتش الظروف اللي الواحد اشتغل فيها كانت مواتيه ومرحبه بالسينما وبالاختلاف الى حد بعيد في طريقه عمل الافلام وفي طريقه عمل المسلسلات. ف يا ريت دي تبقى فرصه نتكلم في ده. بص يعني لو انه اللي هقوله ده فيه شيء من الامل او الطمانه ارجو ذلك. في الحوار الوطني انت عارف في مناقشات كتير متعلقة بالفنون وبالثقافة وحاجات زي كده. أنا ليا شرف أن أنا مشارك في الجلسات بتاعة الهوية والثقافة المصرية، وكنت أظن وأعتقد أن أنا يمكن أنا كنت فاكر كده أن أنا الوحيد اللي هيقعد يتكلم على مسألة إعطاء المزيد من التيسيرات للتصوير في الشوارع وفي الأماكن المفتوحة بعيدا عن البلاتوهات أو أسوار مدن التصوير والسينما وما إلى ذلك، وأنه إحنا عاوزين نساعد أكتر في دعم الحركة السينمائية وصناعة السينما في مصر بشكل عام. اللي كان مبهج بالنسبة لي أن أنا لقيت
مش بقى يوسف لوحده، لأ ده أنا لقيت اللي أحسن مني 30 مرة وبالعشرات الحقيقة بدون أي مبالغة في العدد، بيتكلموا تقريبا في نفس ذات الاتجاه. واللي عجبني أكتر إنه في تقبل حقيقي وموضوعي جدا لكل اللي بنقوله ده، يعني أوراق العمل اللي اتقدمت، التوصيات اللي اتقدمت في ده كتيرة ومهمة، وشايف إنه في قبول كبير لده. يعني فلو ده هيطمنك شوية يبقى خير وبركة. يعني يطمني المهم نفسي. ما انا عشان كده كنت بقول لك في قبول كبير، يعني قبول من كل الأطراف إنه أيوه ولازم نشتغل على كده، ولازم نلاقي تعديلات تشريعية وبنية تشريعية تساعدنا أكتر على ده، لازم نخلي السينما المصرية تحتل مكانتها الطبيعية في وسط السينما في العالم، مش بس بالجهد الفردي بتاع مجموعة من الصناع، لا احنا كدولة كلنا لازم نشتغل على ده. فأنا ده مطمني، أتمنى إن ده يطمنك. بس أنا عندي سؤال أنا ممكن أبقى عارف إجابته، بس أنا يهمني إن الناس تبقى عارفة. عارف كده لما يقولوا ابن الذوات اللي قرر يتكلم عن الطبقات المهمشة والمنسية والفلاحين والغلابة، بين قوسين يسري نصر الله. هتقولي في ناس كتير اتكلمت، وهتقولي ما بحبش كلمة ابن الذوات دي، هقولك ما أنا قادر أفهم انحيازاتك لأيديولوجية اللي هي مش مختلفة عن نفس الانحيازات بتاعتي، لكن إزاي يا يسري كنت بتقدر تشرح النفس الإنسانية بتاعت كل الطبقات دي إزاي؟ إن أنا بتعامل معهم كبني أدمين، مش بتعامل معهم كطبقات. متهيألي انك لما تحس بنديه وانك انت في الاخر بتتكلم عن بني ادم مش بتتكلم، يعني شبهك شئت ام ابيت. يعني مش عشان بيلبس بطريقه تانية او بيتكلم بلهجه مختلفه عن لهجتي القاهريه ولا لهجتي الذواتيه اللي انت بتطلع عليها دي بتاعت الزواج انه بقى مختلف عني او حدودته مختلفه عن الحدوته بتاعتي. انا متهيألي اي حد عايز يعمل فن ولا عايز يعمل يحكي حواديت لازم يبقى حاسس بالناس ولا ايه؟ صح. عارف انا هقول لك على حاجه، انا في ليك ثلاث افلام تحديدا دول انا شفت كل فيلم فيهم عن عمد مش صدفه فوق السبع مرات، سرقات صيفيه والمدينه والماء والخضره والوجه الحسن. والثلاثه مختلفين عن بعض بطبيعه الحال، في الاشخاص، في العلاقات في تشابك العلاقات الى اخره. اكتر من سبع مرات لكل فيلم متعمدا، وبالتالي بيزيد مش هقول لك بس اعجاب، انا بيزيد انبهاري وتقديري ليك كمخرج مهم. عشان كده لما انا قلت من قلبي ده واحد من اهم المخرجين اللي في الدنيا، مش تستحق بس الهرم الذهبي، انت تستحق لو في جائزه اسمها جائزه الحضاره المصريه في الفنون والثقافه تستحقها ونص. الله يخليك. حقيقي والله انا والله انت عارفني وعارف ان احنا عيله عموما، يعني انت صاحبنا كلنا، احنا عيله صادمه غير مجامله على الاطلاق. فبقول لك ده من قلبي والله العظيم. ما انا مصدقك وفعلا متاثر جدا، مش عارف اشكر، يعني مش عارف ارد عليك ازاي، بس يعني دخلت قلبي كلامك، دخلت قلبي. اشكرك والف مبروك. وتستحق اكتر من كده كمان وكمان وكمان. السينما المصريه تستحق. السينما المصرية تستحق جدا جدا، وصناع السينما المصرية يسري نصر الله وغيره يستحقوا كتير قوي، يعني قوي. وزي ما بشكرك بشكر صناع السينما المصرية فعلا اللي وصلونا ان احنا نبقى قد كده بنحب السيما بجد، يعني شكرا جدا ليك. شكرا يا يوسف. شكرا شكرا يا يوسف بجد من قلبي، وعايز اشوفك قريب كده نعمل حلقه تانية نعتبرها الجزء التاني للحلقه الاولانيه اللي احنا عملناها سوا. اتمنى ان انا اشوفك قريب في حلقه او من غير حلقه. كل الشكر لمخرج وفيلسوف سينمائي حقيقي وعنده التواضع الجم زي ما حضراتكم سمعته، وزي ما يمكن شفتوه في حلقتنا اللي كنا بنعملها يمكن في هذا الجانب من الاستوديو، الجانب ده من الاستوديو وهذا الجانب من البلاتو. وحشني قد الدنيا، ويسري وحشني قد الدنيتين.
فاتمنى ان احنا نلتقي قريب في الحته الحلوه اللي انا بحب اقعد فيها دي عشان ابقى قاعد على راحتي.